مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنكشف لكم عن ثروة الفنان الراحل محمود ياسين. بس قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنان الراحل محمود ياسين عملاق الفن، قدم على خشبة المسرح القومي أكتر من 20 مسرحية، ومن أشهرها مسرحية ليلى والمجنون، ومسرحية الخديوي، ومسرحية عودة الغائب. وكمان اتولى إدارة المسرح القومي في الفترة دي لمدة سنة، وبعد كده قدم استقالته. وأما عن السينما فرصيده فيها أكتر من 150 فيلم، ولقب بلقب فتى الشاشة الأول. من أهم أفلامه فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي، وفيلم اسكوريني، وفيلم العذاب امرأة، وكمان فيلم الصعود إلى الهاوية. ومن أفلامه وهو كبير في السن فيلمه الشهير الجزيرة مع الفنان أحمد السقر. الفنان محمود ياسين وفاته المنية في 14 أكتوبر الحالي بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر عن عمر يناهز 79 سنة. وعبرت زوجته الفنانة شهيرة عن حزنها الشديد لوداع زوجها النجم الراحل محمود ياسين، ونشرت الفنانة شهيرة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك لزوجها الراحل الفنان محمود ياسين، وعلقت عليها وقالت: رحل حبيب عمري خلاص. وأما عن ثروة الفنان الراحل محمود ياسين وعائلته فهي بالتأكيد كانت من عمله بالفن لسنوات طويلة، وكمان أنشأ استوديو رباعيات للتسجيل الصوتي بالهرم. وزوج ابنته الفنان محمد رياض عنده هو كمان كافيه في ميدان لبنان بالمهندسين، وبتشاركوا فيه زوجته رانيا محمود ياسين وأخوها عمرو محمود ياسين. وكتير من الناس كانت بتظن إن حياة الفنان الراحل محمود ياسين كانت سهلة وما فيهاش أي متاعب أو مشاكل، وده علشان كان دايما بيبتسم، وكمان كان قليل الكلام عن حياته الشخصية. والحقيقة هي إن عملاق الفن عاش أيام كتير مؤلمة بس اتغلب عليها بالصمت والصبر. ودلوقتي هنتعرف على مشوار الفنان الراحل محمود ياسين وإزاي جمع ثروته اللي بتقدر بالملايين. بداية شهرته الحقيقية كانت من خلال فيلم نحن لا نزرع الشوق مع الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، ومن بعدها أصبح اسم محمود ياسين في أي عمل فني هو مفتاح النجاح للعمل ده. علشان كده اشترك الفنان محمود ياسين في كتير من الأفلام السينمائية مع جيل الشباب، وسمي باسم إمبراطور الفن. وكان أي نجم بيتمنى إن يكون الفنان محمود ياسين معاه في العمل علشان يضمن النجاح والشهرة، وفي الحقيقة هو سندهم ووقف بجوارهم. واستطاع الفنان محمود ياسين إنه يسيطر على الساحة الفنية، وأصبح أجره في أي عمل سينمائي بيساوي أجر البطل أو أقل منه بقليل. والعدد الكبير اللي اشترك فيه الفنان الراحل محمود ياسين من الأفلام والمسلسلات والعروض المسرحية، وكمان اللقاءات التلفزيونية والندوات والمؤتمرات، جعلته بيجمع ثروة هائلة جدا، وتفاجئ كتير من الجمهور وبعث الأمل في كل شخص بأنه ممكن أنه هو يحقق الثروة في أي سن وفي أي وقت بالعمل الشاق والاجتهاد والصبر. وصرحت مصادر مقربة أيضا من الفنان الراحل محمود ياسين أنه كان بيصرف كتير على فعل الخير، وخاصة بعد ما كبر في السن، وده للجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها من أعمال الخير. وبعد ما عرف جمهوره بالأعمال دي كترت التعليقات وترحم عليه الناس وزاد حبهم ليه أكتر من اللي موجود في قلبهم. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفني، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.